سبورة نيت، نزلت مواصلة معكم في إصلاح تمارينات الكتاب المدرسي لتلاميذ سنة 7 أساسي، واليوم باش نصلحوا التمارين صفحة 64. تابعوا معايا ونحلوا الكتاب صفحة 64. شنو في التمرين؟ باش نبدأ بالتمرين رقم 8. في التمرين رقم 8 عطيني عبارات ويحب نحسبها. باش نبدأ بالعبارة أ. أ يساوي 7835 مع 647 إلا 5835 مع 647. كيفاش نحسبها العبارة هذي؟ شنو باش تجو تخدمو بين القوس هذا وتنقصو من بين القوس هذا هكا ولا؟ ولكن هو يحب حساب ذاتي بطريقة سهلة. أول حاجة نعملها شنو هي؟ نحي الأقواس. يساوي 7835 مع 647 إلا ننتبهوا جيدا للعلامة الموجودة قبل القوس، هي علامة سالبة. علامة اللي قبل القوس علامة سالبة، إذا اللي في العلامات اللي في وسط القوس شنو باش يصير الوقت اللي نحي الأقواس باش يتقلبوا، معناتها السالب باش يولي موجب والموجب باش يولي سالب. لان 5835 الا فهمنا 647، خاطر عندي علامه سالبه الموجب تولي سالب يساوي. باش نلاحظ هنا عندي 647 مع 647 الا 647، هذه باش تتنحى. كما عندي 1 الا 1، 10 الا 10، 100 الا 100، فهمنا؟ باش تبقى 7835 الا 5835، فهمنا؟ مازلت نجم نزيد نحلها اكثر. هذه 7835 كيفاش تخدم؟ هي 7000 مع 835، فهمنا؟ هي 7000 الا وهذه 5000 مع 835 هكا ولا؟ كيف كيف يجي نحي الاقواس اللي نجم باش يبقى لي؟ باش تبقى لي 7000 مع 835 إلا 5000 إلا 835. كيف كيف عندي مع 835 إلا 835 باش تتنحى، باش تبقى لي 7000 إلا 5000 يساوي 2000. أنا خدمتها بطريقة سهلة وبسيطة وما استحقتش إني أنا نعمل عملية عمودية ولا نستخدم الآلة الحاسبة. البي عطيني العبارة اللي بعدها. بي يساوي يعطي فيها في أعداد كبار باش نخدم، معناها باش نخدم بطريقة سهلة. تابعوا معاي الكتاب المدرسي صفحة 64. هذه البي، البي هذه متاع 200314 إلا 978 إلا 9314 إلا 978. كيف كيف لهنا شنو باش نجينا؟ باش نجي نحي الأقواس. بما أنه علامة سالبة قبل القوس، العلامة هذه باش تولي علامة موجبة. عندي إلا 978 مع 978 باش يتنحوا، باش تبقى لي في الآخر. كيف كيف باش يبقى لي هذا؟ نجي باش نتبع نفس التمشي في العبارة أ، باش نحل، باش نحل العددين هذوما، باش يولي عندي ونجي لهنا نحي الأقواس. علامة اللي قبل القوس سالبة، إذا العلامات الموجب شي يولي سالب والسالب شي يولي موجب. عندي 314 إلا 314 باش تتنحى على روحها، باش يبقى لي في الآخر 191000، فهمنا؟ 200000 إلا 9000، 191000، هذه هي النتيجة النهائية. عطيني سي يساوي اثناشن ألف وثلاثة وثمانين مع 3798 إلا 598. باهي لهنا كيفاش باش نخدمها؟ بما أنه خاصية الخاصية في عملية الجمع، عملية الجمع عملية تبديلية وتجميعية. شنو باش نجي نعمل؟ كي نجي نبدل بلاصة القوس ما يتغير حتى شيء، إذا باش نعمل هكا.
علاش نخدم هكا؟ خاطر لاحظ انه فما رقم الاحاد ورقم العشرات وين يتعاودوا باهي. كيف كيف كي نرجع للعبارات الاخرين في الا والبي، ديما نحاول نجمع الاعداد ببعضهم اللي بين قوسين، انه رقم الاحاد ورقم العشرات ونجم يكون رقم المئات ورقم الالف نتاعهم يتعاودوا باهي. اذا هنا شنو عندي؟ عندي 12083 مع 3798 الا 5598 باهي. شوف شو نجي نعمل، شو نجي نحلها اكثر. هذه 3798 هي من المفروض 3700 مع 98 هكا ولا، الا هذه 500 مع 98. ما ننسوش ديما عندي، بما انه عندي علامه الا بل القوس، هي 3798 الا 598 الا العدد هذاك الكل. اذا وقت نعمل الا نحل القوس لهنا باهي. شوف شنو اللي عندي، الا 500 الا 98، خاطر عندي الا قبل القوس، اذا العلامات باش يتقلبوا. عندي مع 98 الا 98 باش تتنحى، 3700 الا 500 باش تعطيني 3200. اذا النتيجه مع 3200، باش نقول النتيجه النهائيه 15283. فهمنا باهي؟ تعدى العباره اللي بعدها اللي هي دي. تابعوا صفحة 64 باهي. عطيني كيف كيف شو استعمل الخاصية اللي في عملية الجمع، اللي هي عملية تبديلية وتجميعية. جي لاحظ انه الاعداد هذوما زوز يتشاركوا في رقم الاحاد ورقم العشرات ورقم المئات، اذا نجم نجمعهم مع بعض. هاي هذه، شو باش يصير لها هذه؟ باش نخليها مع ولا الا؟ بالطبيعه الا، خاطر عندي الا قبل القوس. قبل ما نتعدى المرحله هذه، قبل ما نتعدى منا لمنا، نحل القوس. نجي نعمل من هنا، فهمنا؟ حلو القوس، عندي الا قبل القوس لان العلامات باش تقلب، وبعد نجمع هذوما زوز مع بعض. فهمنا؟ ردوا بالنا نغلطوا، نحطوا هذوما زوز ومن بعد نحطوا معاه. عندي الا قبل القوس باهي. هذه شنو باش تعطيني؟ بالطبيعه هذه باش تعطيني هذه باش تعطيني 2739 الا 739، تشاركوا في رقم الاحاد ورقم العشرات ورقم المئات. جي 1000 الا 1400، النتيجه النهائيه يساوي 600. فهمنا؟ تعدى الاخر عباره اللي هي العباره او. كي نحل الاقواس لهنا شنو مشي يولي عندي؟ لهنا باش نحل الاقواس نتاعي الكل. اذا عندي 3592 الا 736، ولنا عندي 208 مع 736. كيف باش نحل الأقواس؟ لنا عندي إلا 36 ولنا مع 736، باش تتنحى مش تبقى لي 3592 مع 208. فهمنا؟ باش تجي النتيجة النهائية 3800. فهمنا؟ تعدى نصلح تمرين 9 صفحة 64. في تمرين 9 عطيني عمليات ويحبني نحسبهم، بالطبيعة باش نستخدم أولوية لشكون. الأولوية في كل عملية عندي أقواس، الأولوية للأقواس، عندي ضرب الأولوية للضرب، عندي أقواس وضرب الأولوية للأقواس وبعد للضرب، باش نطبقوهم هذوما الكل في تمرين رقم 9. باهي، عطيني لون حلو للصفحة، صفحة 64، عطيني A هي 75 ضرب 6 زائد 4. باهي، هذه ديما شنو نخدمو؟ الأولوية لشكون قلنا؟ الأولوية للضرب. إذا باش نعمل 75 ضرب 6 باش نحسبها من بعضها هذيا، وباش نزيدها 4. 75 ضرب 6 تجيني 450 زائد 4 باش نتحصل على 454. باهي باهي. عندي ملاحظة بسيطة، باش تلاحظوا إني ساعات نكتب باليمين لليسار وساعات نكتب من اليسار لليمين. راهو
كيف كيف في العمليات، خاطر في الكوليج نكتبوا باللي مين اللي صار صحيح، ولكن باش نعوضكم بشوي بشوي خاطر من بعد شنو نكتبوا من اللي صار لليمين، معناها ما موش يتغير حتى شيء. يعني كل مره نخدم لكم مره من اليمين اللي صار ومره اللي صار اليمين. عطيني A يساوي 75 ضرب 6 مع 4، هذه باش تجيني 450 زائد 4 باش تجيني 454. باهي ب تبعوا صفحة 64، 2 مع 8 ضرب 45. شنو نلاحظ هنا؟ عندي ضرب وعندي جمع. ديما قلنا الأولوية للضرب، نعمل 8 ضرب 45 هذه باش نتحصل على 360، مش نزيدها 2 فهمنا؟ تجيني 362. إذا الأولوية كيبدا ما عنديش أقواس، الأولوية لهنا للضرب، أولوية باش نكتب لكم الأولوية لعملية الضرب. بالطبيعة وقت اللي يبدا ما عنديش أقواس، زدنا لا ما عنديش أقواس. تعدى الجيم شنو عطيني؟ جي عطيني 1 زائد 3 ضرب 19 مع 12. لهنا شنو عندي؟ عندي أقواس وعندي ضرب وعندي جمع. الأولوية بتبيع للأقواس، باش نجمع 19 مع 12 مع بعضهم نضربهم في 3 ونزيدهم 1، فهمنا؟ هذه باش تجيني 19 مع 12 بتجيني 31 ضرب 3 مع 1 باش تجي كيف كيف، باش نجمع 31 و 3 يعني باش نضرب 31 في 3 ونزيدها 1، فهمنا؟ باش تجيني 93 زائد 1 نتيجة النهائية 94، فهمنا؟ إذا لهنا الأولوية لشكون؟ الأولوية للأقواس، أولوية لهنا للأقواس، هذه قلنا الأولوية للضرب، لهنا الأولوية للأقواس. أقواس بعد الضرب بعد تختم عملية الجمع نتاعي. دل شنو عطيني في دل؟ عطيني 6 زائد 4 ضرب 5 ضرب 24 إلا 15، لأن 24 إلا 15 لهنا يساوي بالطبيعة باش نخدم 24 إلى 15 نضربها في الأربعة ونزيدها 6. باهي 24 إلا 15 باش تجيني 9 ضارب 4 زائد 6 كيف كيف، 9 ضارب 4 باش نخدمها باش تجيني 36 زائد 6 النتيجة النهائية. إذا عندي 36 زائد 6 باش تجيني 42، فهمنا؟ كيف كيف الأولوية للأقواس، من بعد نعمل عملية الضرب نتاعي ومن بعد نزيد اللي عندي. باهي هذه هي دل. تعدى للي بعدها ه، شنو عطيني فيها؟ تبعو صفحة 64 عطيني 13 ضرب 327 إلا 327 ضرب 3. إذا عطيني باش نخدم كيف ما هو حاد، يساوي هي نجم نحطها من هنا. باهي هو في الكتاب يخدم هكا، تبعو ديما من اليسار لليمين، تبعو كيف ما عطيني هو من اليسار لليمين. إذا هنا كيف باش نخدمها الأولوية نتاعي؟ بالطبيعة قلنا الأولوية هي لعملية الضرب. شنو نلاحظ لهنا؟ نجم نخدم 13 ضرب 327 إلا 327 ضرب 3، نخدم كل واحدة وحدها ونطحهم من بعضهم. ولكن نلاحظ حاجة، عندي 327 تتعاود، نجم نخرجها، هو عامل مشترك. نجم نكتب 327 ضرب، نحل الأقواس لأن شنو بقالي؟ عندي 13 لأن بالطبيعة باش يبقى 13 إلا 3، عندي علامة إلا نحط إلا وعندي 3، شنو باش تبقالي؟ 327 ضرب 13 إلا 3 أولوية الأقواس 10، تجيني 3270. هكا أسهل من إني نخدم هذه وما نخدم هذه. لاحظ إنه عندي عدد يتعاود في كلا الطرفين، نجمو نخرجو البر ويبقى لنا 13، عندي علامة إلا تبقى هاديك 3. بعد العبارة اللي بعدها واو شنو عطيني؟ 78 ضارب 65 مع 78 ضارب 35. به كيف كيف لهنا نلاحظ انه عندي 78 باقي يتعاود في كلا الطرفين، نجم نخرجو
دونك 78 باش يبقى لي لهنا 65 زائد 35، عندي علامة زائد لهنا حطيت العلامة زائد، يساوي 78 ضرب 100، 7800. فهمنا؟ ديما نتبع في الطرق الأسهل، أسهل طريقة باش نحسب بها. بعد نصلح تمرين رقم 10، شنو فيه تمرين؟ عطيني التحويل نتاع وحدة، وحدة عطيني وحدات باش نحاول نحول، الوحدة اللي عطيها لي هي نتاع المسافة. باهي، قبل ما نبدأ في إصلاح التمرين نتاعي باش نعطيكم تذكير على جدول الوحدات. باهي، بالنسبة للمسافة شنو عندي؟ أصغر حاجة هي المليمتر، بعد عندي سنتيمتر، عندي ديسيمتر، عندي المتر، ديكامتر، الهكتومتر، والكيلومتر. فهمنا؟ باهي، مثال عندي لهنا 3 متر، باش نحولها للديكامتر نحط صفر، باش نحولها للسنتيمتر زوز، باش نحولها للمليمتر نزيد نحط صفر. مثال عندي 15 ديكامتر، نكتب بالطبيعة 15 ديكامتر، نكتب الأحاد في الوحدة متاعي باش نحولها للمتر نزيدو صفر، باش نحولها للديكامتر نزيدو صفر. فهمنا؟ عندي 3 كيلومتر باش نحولها للهكتومتر، باش نحولها للديكامتر. المهم نحط الجدول متاعي ونخدم، لازم يكون الترتيب متاعي بالصحيح، نحطو نهضم نحفظهم كيف ما هما، نحط الجدول ونخدم على روحي. فهمنا؟ نحط الوحدات اللي عطيهم لي ونخدم. اذا عندي اصغر وحدة مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر، متر، ديكامتر، هكتومتر، كيلومتر. سهل على الاخر باش نطبقو في التمرين متاعنا. باهي، عطيني هو لهنا في التمرين شنو عطيني؟ عطيني 32 كيلومتر، يحب يحب يبدلها للديكامتر. باهي، نجي في الجدول متاعي نحط 32 كيلومتر، حط 32 كيلومتر، شو معناتها؟ معناتها 2 باش تكون موجودة لهنا، هاي عندي هذي 32 كيلومتر، نحب نبدلها للديكامتر، إذا نجي نحط أصفار حتجي لي نوصل للديكامتر، شنو باش تجيني نتيجة؟ 32 نانو. فهمنا؟ عفوا، لهنا عندي 32، هذي هكتومتر، هذي هكتومتر، راني حاطة 32 هكتومتر، بيد بيكي يبدا عندي 32 كيلومتر. 2 نحطها في الكيلومتر لهنا، معناتها باش تولي 32، باش نبدلها للديكامتر، هالا الأحاد نحطها في الوحدة متاعي 32، إذا باش نحط 2 لهنا. باهي، كمل الخدمة متاعي، عطيني 54 هكتومتر، فيمش نجي نحطها، حب يبدلها للمتر، نحط 54 هكتومتر، هاي نحط الأربعة في الهكتومتر باش نبدلها للمتر، بالطبيعة نحط أصفار لنيوس نوصل للمتر، بيجيني 5400 متر. باهي، بعد عطيني 45000 مليمتر، بالطبيعة نبدأ نحط الوحدة متاعي لهني، حبي يبدلها 45000 مليمتر، حبي يبدلها للمتر، يعني هي يحب يبدلها للمتر، تجيني 50 متر لهني. باهي، باش تجيني 45 متر. نحبس حدش للمتر، حاجته بالمتر نحبس حدش للمتر، بتجيني 45 متر. اللي بعدها 2200 ديكامتر، الفين وميتين ديسيمتر، هذه يحب يبدلها للديكامتر، نجي نكتب الوحدة متاعي ديسيمتر، يحب يبدلها للديكامتر، بتبيع نحبس في الديكامتر، يساوي 22 ديكامتر. اللي بعدها باش نتعدى بعد هذوما متاع المسافه، بعد باش يتعدى التحويل متاع الوقت متاع، معناها من الدقائق للساعات ومن الثواني وكل شيء، باش نعطيكم رابيل صغير ومن بعد نرجعوا نخدموا التمارين متاعنا. كي باش نحول من الساعات، واحد ساعه قديش فيها من دقيقه؟ ساعه فيها 60 دقيقه، فهمنا؟ 60 مينوت. باهي، واحد مينوت قديش فيها من سكوند؟ فيها 60 ثانية سكوند، معناتها واحد ساعة فيها 3600 ثانية. باش نحول من الساعات
للدقائق نضرب في 60، مش نحول من الدقائق للثواني نضرب في 60، مش نحول للساعات للثواني نضرب في 3600. يمكن عكس، مش نحول من الدقائق للساعات نقسم على 60، من الثواني للدقائق نقسم على 60، ومن الدقائق للساعات نقسم على 3600. باهي، باش نطبق طوالي عندي، عطيني 4 ساعات و20 دقيقة، حبي يبدلهم للدقائق. كيفاش نعملهم انا هنا؟ ديجا عندي 20 دقيقة هذيك تقعد على روحها، باش نحول كان الساعات، مش مالي نخدم يساوي هذه 4، باش نحول من الساعات للدقائق نضرب في 60 هكا، ولا 4 ضارب 60 زائد 20 متاعي هذيك تبقى على روحها، هذه باش نبدلها للدقائق، وهذيك 20 دقيقة. 4 زائد 60، 4 ضرب 60 باش يجيني 240 دقيقة، مع 20 دقيقة يساوي 260 دقيقة. فهمنا؟ حولت كان الأربعة على خاطر هذيك 20 دقيقة، هو يحب يبدلها للدقائق تبقى على روح. عطيني 1 ساعة 32 دقيقة و15 ثانية، يحب يبدلهم للثواني. 15 ثانية هذيك تبقى على روحها، مش نحول الساعات وباش نحول الدقائق. الساعات شنو نعمل؟ 1 ضرب 3600، الدقائق نضربها في 60 هكا، ولا 32 ضرب 60 مع 15 ثانية هذيك تبقى، باش تجيني؟ باش تبقى لي 3600 مع 32 ضرب 60 مع 15. باهي، إذا 3600 وهذه باش نخدمها، وهذه باش نزيدها 15، باش تجيني زائد 1920 زائد 15، النتيجة النهائية 5535 سكون. فهمنا؟ نجم نخدمهم كيف من هكا، كيما نجم نحلها 3600 هي 60 ضرب 60 هكا، ولا 3600 هي 60 ضرب 60، نجم نعملها خارج 60، نجم نخدمها كي 60 ضارب، لأن باش تبقى لي 60 مع 32 مع 15، على خاطر 3600 يساوي 60 ضرب 60، وخرجتها لبرا، باش تبقى لي 60 ضرب 92 مع 15. كيف باش تحصل على نفس النتيجة النهائية اللي هي 5535 سكون؟ فهمنا؟ اللي بعدها 704 سكون، يحب يبدلها، تابعوا صفحة 64، يحب يبدلها للدقائق والثواني، قداش باش تجيب عندها، قداش من دقيقة زائد قداش من ثاني. شنو باش نعمل انا؟ من الثواني للدقائق بالطبيعة باش نقسم على 60 هكا، ولا اذا 740 باش نقسمها على 60، باش نلقى 11 دقيقة، باش يفضل لي 44 سكون، هذايا الباقي نتاع القسمة. نجي لهنا نعمل 704 قاسم 60، اذا باش نلقى 11 هكا، ولا باش نلقى الباقي 44، هذا هو الباقي، هذا هو 11 دقيقة. من بعد يحب 372 دقيقة، باش يبدلها للساعات، والباقي قداش من دقيقة. باهي، كيف شنو باش نعمل؟ من الدقائق للساعات باش نقسم على 60، باش نلقى لهنا 6، باش نلقى لهنا 12، يعني 372 قاسم 60، باش نلقى لهنا 6، باش نلقى لهنا الباقي 12 دقيقة. باهي، اللي بعدها 4532 ثانية، باش يبدلها قداش، باش يلقى من ساعة دقيقة وثانية. كيف من الدقائق باش نعمل شنو؟ باش نقسم على 60، لهنا باش تجيني 1، لهنا باش تجيني 15، ولهنا باش تجيني 32. توا صلحت لكم حطيت 8 رقم 10، تابعوني على سبورة نت، نزيد باش نواصل نكمل.